أعزائي التلاميذ، أهلا وسهلا بكم في جمعية شهد قسم التعليم. درسنا اليوم سيكون بعنوان النباتات. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. ولكن أصدقائي، دعونا بداية نتعرف إلى الأهداف التعليمية لهذا الدرس. فالهدف التعليمي الأول أن يذكر العناصر التي تحتاج إليها الكائنات الحية. ثانياً، أن يعدد أسماء الفواكه والخضار. ثالثاً، أن يذكر فوائد الفواكه والخضار. رابعاً، أن يعدد العناصر المطلوبة لزراعة النبتة. خامساً، أن يتعرف إلى العناصر التي تساعد النبتة على النمو. فهيا بنا. بدايةً، تذكر معي عزيزي الطالب، ماذا نقصد بالكائنات الحية؟ قسم العلماء الكائنات على كوكب الأرض إلى قسمين: كائنات حية وكائنات غير حية. الكائنات الحية هي التي تنمو وتتكاثر وتنتقل من مكان إلى آخر، وهي تقسم إلى الإنسان سواء كان ذكراً أم أنثى. النبات من أزهار وأشجار وغيرها، بالإضافة إلى الحيوان كالقطة والكلب. سنتحدث اليوم عن النباتات، فما هي حاجات النبات لكي ينمو وللبقاء على قيد الحياة؟ يحتاج النبات إلى، انظر معي أولا إلى الصورة الأولى. تحتاج أولا إلى الهواء لكي تتنفس. أما الصورة الثانية فهي تحتاج إلى الشمس. أما في الصورة الثالثة فهي تحتاج بصورة أساسية إلى الماء. إذن يحتاج النبات إلى الماء والهواء والشمس جميعهم في آن واحد. سنتحدث الآن عن الفواكه. نحن الفواكه نتمتع بمنظر وألوان جذابة وطعم لذيذ، ونعتبر من مجموعات الغذاء الصحي اليومي لأننا مصدر الأملاح المعدنية والفيتامينات، كما أننا نمد الجسم بالماء والألياف الضرورية. من أنواع الفواكه التفاح، حيث يتمتع بلونه الأحمر أو الأخضر بالإضافة إلى طعمه اللذيذ. ثانياً، الموز. أما ثالثاً، العنب وغيرها من الفواكه الغنية بالفيتامينات ولها فوائد عديدة على الإنسان. سنتحدث الآن عن الخضار. نحن الخضار نتمتع بمنظر وألوان جذابة، ونعتبر مصدرا مهما للفيتامينات والمعادن، كما أننا نمد الجسم بالألياف الضرورية. الخضار إحدى المجموعات الغذائية المهمة لصحة الإنسان، وذلك لما تحتويه من عناصر غذائية كالألياف. من المهم جدا تناول الخضار. أمثلة عن الخضار: الجزر، الخس، بالإضافة إلى البصل.
وغيرها من الخضار. سنتحدث الآن عزيزي الطالب عن النبات والماء. انظر معي إلى هذه الصورة، تأملها جيدا. من أين يحصل النبات على الماء؟ فكر جيدا وأجب. أجل، يحصل النبات في الصورة الأولى على الماء من مياه الأمطار. انظر معي إلى الصورة الثانية. يحصل النبات في الصورة الثانية على المياه من خلال ريه من قبل الإنسان. ثالثا، يحصل النبات على المياه من خلال الأنهار وغيرها. نستخلص من هذا كله، يحصل النبات على الماء من مياه الأمطار والأنهار بالإضافة إلى ري المزروعات. والآن عزيزي الطالب، بعد أن تأملنا هذه الصور وتعرفنا إلى مصادر حصول النبات على المياه، والآن لماذا يحتاج النبات إلى المياه؟ فكر جيدا. أجل، لكي تنمو. إذن يحتاج النبات إلى المياه لكي ينمو، وهو يقوم بامتصاص المياه عن طريق الجذور. سننتقل الآن إلى الهدف التعليمي الثاني. ما هي العناصر التي نحتاج إليها لزراعة النبتة؟ انظر إلى الصور التالية. نحتاج بداية إلى الشمس بالإضافة إلى الماء، وأيضا نحتاج إلى الهواء. إذن يحتاج النبات إلى الماء والهواء والشمس لينتج غذاؤه. إن لهذه العناصر السابقة أهمية كبرى لنمو النبتة، فإذا اختفى إحدى هذه العناصر لن تنمو هذه النبتة. إذن يعتبر الماء والهواء والشمس من العناصر التي تساعد النبتة على النمو. سوف نتحدث الآن عن أهمية النبات بالنسبة إلى الإنسان. بداية، لها أهمية كبرى في إنتاج الأكسجين اللازم لحياة جميع الكائنات الحية. ثانياً، لها أهمية في الحفاظ على توازن البيئة. أما ثالثاً، فهي تستخدم في إنتاج العطور. رابعاً، تستخدم أيضاً في صناعة الورق. خامساً، تستخدم أيضاً في صناعة الأدوية، ولها أيضاً أهمية بالنسبة للحيوان وغيرها من الكائنات الحية. إذن للنبات أهمية كبرى في حياتنا اليومية، ويجب علينا بذلك أن نحافظ عليها. شكراً لحسن متابعتكم. في حال أعجبكم الدرس، الرجاء الاشتراك في قناتنا وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد.